معهد التدريب الإعلامي لشبكة الإعلام العراقية يستمر بإقامة الدورات التطويرية في المجال الفني والإعلامي بأحدث التقنيات العلمية والإعلامية وبإشراف أساتذة ومحاضرين من ذوي الاختصاص الإعلامي. الدورات تشمل إعداد المذيع ومقدم البرامج، المونتاج، إعداد المراسل، التصوير، تحرير الخبر، والإخراج الإذاعي والتلفزيوني، بالإضافة إلى دورات تطويرية أخرى بمختلف الاختصاصات. هدف معهد التدريب الإعلامي هو تدريب الشباب وتطويرهم إعلامياً وفنياً لتمكينهم من العمل في المجال الإعلامي الإذاعي والتلفزيوني.